دابا انت كتكون في الدار. كنتكون في الدار اخي، في الدار ها انت كي دايره وتعالى تشوف اخي باش تشوفها من الداخل. الله يرحم الوالدين، حيت انا راه سير دخلوا 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 نتوما دخلوا، عندك تضرب راسك اخي. ها انت عندك خويا، عندك ها انت خويا دخل عندك تضرب راسك. واش هذه طواليط دابا دخلنا عليك بالله؟ شوف عا كي دايره الطواليط اللي كيدخلوا ليها الناس، شوف كي دايره. واش هذه طواليط؟ انا ساكن انا الرضا في هذا الشيء. ها زيد اخي زيد اخويا زيد زيد اخويا شوف هالقطره. واش انا غنرضى نسكن في هذا الشيء؟ انا الخاطري زيد اخويا زيد زيد. واش هذه حاله دابا دخلنا عليك بالله؟ على هذه حاله غيجلس فيها الراجل؟ اقول عزيد اخي زيد، هذه حاله. ها انت حوايجنا كيجامعنهم بحال الفيران، شو الماريو كيدير؟ واش الثلاثه د الاولاد ما يبقاوش في الدوله؟ نوضوا بانوا هنا بانونا. واش الثلاثه د الاولاد ما يبقاوش فيهم؟ ما طلبت والو انا، حيت انا لا ريبه عليا، راه غنبنيها هنا، راه حيت غتريبه فكر في الثلاثه هادو. زيدوا هنا زيدوا هنا، هاد الثلاثه بان هاد الثلاثه هادو راه حيت غيباتوا هنا، غيجلسوا بالسيمانه بالجوج هنا، راه ماشي غتريبه تريبه عليا هنا. الله يرحم لك الوالدين اسعد القايد، الله يخلي لك بنياتك ووليداتك ومعز عليك. ما تظلمنيش والله ينصرك اسيدنا اسيدنا، راه ولادي غيظلموا وانت كتشوف اسيدنا. الله يجازيك بخير اسيدنا، راه ما عنديش الا لقيتيني كنكسب اسيدنا، كنكسب بقعه، الا كنكسب بورطمان، الا كنكسب بسكوت، الا كنكسب بيت واحد اسيدنا علي قول لهم اسيدنا يحيدوني انا. الله ينصرك اسيدنا، ما تخليهمش يظلمونا، راه غيظلمونا في هذه السيمانه اسيدنا، في هذه السيمانه غنتشرد انا. راه ما عنديش المشكل نمشي للحبس اسيدنا، راه ما مدوز حتى نهار الكوميساريه، والله حتى كبرت في السهر وقيت حياتي كامله مع المجرمين، نهار الكوميساريه ما دوزتوش. ما تخليهمش يضحكوا عليا ويشردوني نمشي للحبس، ويمشي ولادي للحبس. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، الله ينصر الاصله العلويه، الله ينصر المخزن كامل كما كان في الصفه عامه، الله ينصر المخزن. عاش الملك، الله ينصرك اسيدنا، الله ينصرك، ما تخليناش نظلموا. راه ثلاثه د الوليدات ها هما، ثلاثه د الوليدات ها هما سيدنا. واش ثلاثه د الولاد؟ انا راه ما بقى لي عرقش لهم باش نتهنى، وراه الله حرم القتل. الله يجازيك بخير، انا باقي في عمري 36 عام مازال المستقبل قدامي، قول لهم ما يحرقونيش ويحرقوا هاد الوليدات. هذا هو فيه الفتق، انا فتحت لي بعمليه المرض الخايب، الدم خصو يتصفى، وانا باش ندوز ليه؟ وراه انا خص من يدوز ليا، انا اصلا مريض. شوفوا انا كي دايره حالتي، وكنهضر علاش كنهضر؟ حيت مقهور من هذوك اللي غايقول لك لا عنده وعندي بلاد وعندي دوار وعندي دار. لا حصيني ولا لقيتي عندي شي حاجه عدمني، انا حاكم. الا لقيتي كنكسب شي حاجه كل يدكم ماشي طويله، ديروا ما بغيتوا. وليني انا راه ما عنديش، راه ما عنديش. ها الشتا دابا شحال هي كتصب؟ الله يرحمنا كتصب، والله ما خدمت. عارف اني كنبيع اصلي قد الليمون، ها هو الدراري شنو غياكلوا؟ نوريكم شنو طيب ليهم، نوريكم البلاد الناس راهم طيبه. انا راه شوفوا باش نطيب ليهم، راه ما نقولش نطيب لداخل، ما نطيبش اللحم معدي. راه الناس كتغطى بالواقع. انا شوفوا الطابله باش كندير، نقول لكم اللي كيخبيوها عندي ثلاثه د الحوفه في راس مالي اللي جداد، ها هما ثلاثه د الحوفه ما عندهمش حتى طوابل. شنو هذا براد غيصرف فيه الراجل مع وليداته؟ هذا براد يلاه هضر اسعد القايده الباشا الفقيه العالمي، هضر براد هذا. ها هو باقي كنشرب فيه انا اتاي، باقي كنشرب فيه اتاي، باقي كنشربه. علاش محشوماش انت هاد الشتا هادي؟ ها القطره دابا شنو هادي؟ ما دخلتش هادي، راه ماشي سكنه. انا ما كرهتش انا نعيش مع وليداتي في دويره، غير الله ينصرك القايد ما تضيعنيش. شوف بعينك لقيتيني كنملك شردني، ما لقيتينيش كنملك عطيني حقي خنمشي بحالي مع ثلاثه د الوليدات وهاد المراه حامله. واش كاين شي مخلوق في الدنيا يقول يلاه عباد الله العالم؟ انا ما غنقول شكون اللي قالها، ولاني حتى عند الله هذيك غنتحاسب. اللي قال المراه عندك الراقد، واش كاينه شي مراه عندها الراقد في كرشها؟ وريوني عباد الله المراه اللي كانت حامله كتحسب عليك هي ولدها، المراه بست شهور وقال لها عندك الراقد. اخ عندها الراقد، ايوا راه ما عرفتش هي تنوق عليه وترقدوا معاه تما طيحوا، ما عرفتش. ولاني الله كاين، انا مازال ما قلتش شكون اللي قالها، مازال فيديو اخر غنقول شكون اللي قالها. خي انا ساكن عندي ثلاثه د الوليدات وما عندناش، انا قلت لهاد الناس يحصيو يحصيونا، الا لقاو عندي انا كنملك شي بلاد ولا عندي شي عندي شي عكروسه اللي لقاوها كنملكها يجيو يديو انا كل شيء. انا مثال انا با ما عندوش، با محصي معايا قال لي باك ما معاكش، با انا خدام في السواق كيمشي للسواق ولا تسوق ثلاث سيري بانو ولا لحد ولا تفرج، امتى غيجي؟ يجي مشى اليوم غيجي غد اليوم غيجي على شحال؟ انا ما نطالب والو، عندي ثلاثه د الاولاد والمراه حامله بست شهور، انا القايد ولا الخليفه ولا الباشا فوق راسي. والله ينصر سيدنا اللي حنا معترفين تمشي واحد من هذا الشيء كامل. وعاد انا من خلاص القول راه دايخ، الهضره اللي غنهضرها دابا والله الا دايخ. ثلاثه الاولاد والمراه حامله وبا ما عندنا ما نكسب، وما عندنا لا دار لا خيمه لا دوار، انا حتى ريبوا عليا غنبقى هنا، ما
ماشي انا من هذوك اللي كيقول لك لا غير يبيع لي وغيبقى، غنبقى هنا وغنمشي للحبس هنا، ما غنسب لا مخزن ما غنعاير مخزن. عاش الملك، عاش القائد، عاش الخليفه، عاش الباشا، وليني حقي وحق اولادي. ثلاثه د الاولاد، انا هالمره قداش حامله فين نخليها؟ ودن ما كنهضرش على راسي، كنهضر على الناس اللي بحالي. واش نتوما كاين اللي عنده الديور وعنده الملكات عطاوهم بقعه، وكاين اللي ما عندوش؟ انا كيقول لي في النص وجهدك جري. كيفاش جهدي غنجري انا؟ جهدي بغيت نجري كيفاش انا؟ الا كنا كنعرفوا الله والملك، راه الله كنعرفوا الملك. الا كان الملك راضي بولادو يضربوا يجي يصيفطهم قدامنا هو يضربونا. كنقولوا الله ينصر سيدنا وعاس الملك وحنا ولادو. حنا حررنا جدودنا، حروا الصحراء، وجدودنا الصحراء اللي حنا كان هي تحرات، وعلاش حنا كنتبيضقوا هنا؟ ها انا راه شي كنقولوا من القلب ديالي، راه ما كاينش انا، راه كاين 20000 بحالي. وليني نزيد حد انت قايد ولا باشا ولا خليفه نعد نضرب اجي هاد مصطفى الحفيظي. اش كيملك مصطفى الحفيظي؟ ما كيملك حتى لعبه. عندي ثلاثه الاولاد القرايه انا الضو قطعوا علينا، مشيت عندهم كل كيبغي يهضر. قلت لهم انا ولادكم تقريم ولادنا حنا ما يقراوش، واش ولادنا يتشرفوا؟ انا اللي كنلحف نمشي ليه دابا، ما عنديش المشكل. فعام عامين ما عنديش المشكل، وليني راه تيقتلوني مع ولادي ولا يهزوني مع ولادي. وعلاش انا نهضر هكاكم تعصبوا؟ الاونكوليزي ولا فيا البلاد؟ كنبيع صنادق الليمون الفوق هي 6-4 ايام، فين نقول ربي؟ علاش ربي؟ ورا ربي اللي رازقنا هذا المنكر غيطيح واحد النهار غتزنزن هذه الارض. ما كيفكروش في انبياء كانوا حاكم البلاد ماتوا عاشوا 70 عام. ها الرسول عليه الصلاه والسلام تضرب بالحجر وكيقول امتي، وحنا ناس حاكمه عشويه وكيقولوا ما كيقولوش امتي، كيقولوا شردوها. علاش انا كنبغي الهضره هذا المنبر يسمعوا العالم؟ نبغي الميريكان طاليان العالم يسمع هذه الهضره ديالي. عرفتي علاش؟ لان هذه الهضره ديالي انا غيجيو يشتفوا على امي، ولا كانوا يشتفوا عليها يشتفوا عليا اليوم قبل غدا. انا با مشرد، با ما عنده حتى فين ينعس، با كيجي 3 ايام يبدل حوايجو ويزيد. قال لك با ما معاياش، وثلاثه د الاولاد ما عندي ما نملك. انا كنقول للعالم لسيدنا الله ينصره، الاسره العلويه الله ينصرها، الله يجيب الشيفه وكل شيء، الحكومه، القائد فوق راسي، المقدم كنقول له انت فوق راسي. علاش يحقروني انا؟ علاش يحقروني؟ بغاوني تندير شي شنو انفجار، وانا غنجيو نهز منجل ونحطو على راسي. والله تنقشر راسي بالله اللي شان وعظيم. ما كنطالب حتى شي حاجه، كنطالب من الدوله من الناس. انا نولي ندير راسي فقير ونقول انا باغي المحسنين. راه باغي المحسنين ماشي المحسنين، باغي سيدنا الله ينصره اللي كنفوحوا به، والرايه المغربيه، وعاش الله الوطن الملك، والله ينصر سيدنا، والله ينصر الاسره العلويه، والله ينصر القائد والباشا والخليفه وكل شيء، والله ينصرنا حتى حنا. حتى انا واش يبغي شي واحد ولادي ثلاثه فين؟ هات ياس محمد الاول، واش قد هذا الولد هذا؟ علاش نشردو انا؟ قد هذا الولد هذا علاش نشردو؟ قد هذا؟ اشنو انا ما قريتش؟ انا قريت الاول والثاني تشردت، ونزيد نشرد ولادي؟ لا، نمشي انا للحبس نموت انا، ما يتشردوش هذا. شنو بغيتي يا ولدي؟ هضر. بغينا نقراو. بغيتي تقراو؟ شنو بغيتي اخر؟ قول لهم شنو كاين اللي دارك. ما تبكيش، علاش تبكي؟ علاش تبكي؟ هضر، قول لي دارك. اللي دارنا في قلبنا بزاف. ما عنديش انا من كنا عليه نقول لك راني كاري. شكون اللي يكري لي في هذا القايد كامل؟ الا كرا لي شي واحد في هذا القايد، انا القايد كلمه لي دابا يكري لي بيت وكوزينه، عابيته سكن فيها انا وثلاثه د الاولاد والمراه حامله. وبا نزيد اختي معايا، اختي انا مشرده، يطلع هذا القايد كيقول لك يطلع هنا البونباط ما يهضر، لما لقاش اختي مشرده بربعه د ولادها خمسه ما يهضرش معايا، يحكم عليا باش ما بغى، ستين يحكم عليا بالعصا والدق ونتمين ونمشي للحبس وانا راضي، ونقول عاش الملك وعاشت السلطات وليني حنا تحقرنا، حنا كرهنا نتصوفاو. كنفرح انا من غنمشي لهي وغنلقى انا دويره ولادي نطلت انا من الشرجم ونهضر ونخلص موضوع انا بحالي بحال عباد الله، وانا نتربى زوين ونعيش هاد الوليدات زوينا. انا كرهت وليداتي يعيشوا زوينا. راه كاين اللي لابداها متفق معاهم، كاين الناس اللي عندها الفلوس لابدا على الفلوس وعندها الخير، متفق معاهم. وليني نحصي غنضرب، ما غيضربني في لاكارت ديالي طق طق والحاله المدنيه، غير لقاني ما كنكسب والو. من حقك انت اجي سي محمد هنا والعالم كيشوف. واه كون عطيتي لهذاك نص وهذاك نص وهذاك نص وهذاك نص وهذاك نص، وانا نجي نقول نضرب راسي، نقول راسي هاك العصا انت تمشي في نص. وانا عندي ثلاثه د الاولاد، والرابع جاي بقى ثلاث شهرين شناهي؟ لا جات من ساعتكم نمشي الريب، نمشي الريب ونسكن. وفين غنسكن؟ فين هو الكرا؟ وريه ليا انا، العالم بغيتو يسمع. يلاه كريو ليا عباد الله، الله يجازيكم بخير، الله يرحم اللي لقى بيت كوزينه ب 14، انا نمشي نكريه. من تخرج حوايج في هذا الشادي غنحطهم هنا، راه نكذب عليك بصراحه، غنخرجهم غنحطهم هنا، والعالم راه عارفني، راه خبر الناس يجيبوا، راه البرقاقه عندهم، وكيقول لك فيكم منكم فيكم برقاقه، هو البرقاقه يوصل. انا كنقول عاش الملك، عاش القائد، عاش الباشا، عاش الخليفه. شتي مخزني الا جا قال لي دين امك نقول ليها انا عفط عليا، رانا عارف الا جاوا جوج بوليس غيميطوني غيديوني. وليني شكون اللي غيهضر مع الحق؟ سيدنا اللي خصو يهضر، سيدنا والاسره العلويه اللي خصها تهضر تشوف ولادو. الا رديتو بهذا الظلم هذا، الناس راه 70 عام هما مستعمره،
وخداو لهم حقهم، وحنا راه ما عندنا والو، عندنا عبريريكا بغينا عافين نتكمشوا مع وليداتنا. انا كرهت بقعة ارضيه انا ونقولت انا راجل ودرت وليدات وغنكبر وليداتي. ها كاين اللي عنده الملك، انا قصف هذا اللي عنده الملك وكيكسب. اجي انت شنو عندك بقعة دار سير والله لا ديتي. متفق معاه كلشي يقول فيها نبقاو نهضروا على عند ربي. مرحبا بها، هي الساعة ما يضركش البشر. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.